السلام عليكم، بونجور تو الموند. اقتراحي لكم اليوم مع هذا الجو ديال الحراره، واحد التحليه منعشه، تشيز كيك بالحامض بدون فرن. تشيز كيك اللي تصاوبوه في وقت الوجيز جدا جدا، عفوا. جو عندكم ناس او بغيتوا توجدوا شي ديسير او تحليه في اخر لحظه وبان لكم توجدوها، هذا هو الحل. ها هو عندي لكم تشيز كيك كيتوجد على طلق ثلاث مراحل او طبقات. بقوا معايا وتعرفوا عليهم في هذا الفيديو هذا. alors aujourd'hui je vous propose une recette délicieuse, une recette rafraîchissante, un cheesecake au citron sans four, sans cuisson qui se prépare rapidement. Vous avez de la visite, vous voulez à la dernière minute préparer un dessert ou un gâteau ou n'importe, c'est la solution. Ce cheesecake se prépare en trois niveaux ou trois parties ou trois étapes. Je vous laisse les découvrir à travers cette vidéo. Donc, première étape pour notre cake, pour notre cheesecake en fait, on va avoir besoin de 200 g de petit beurre ou de spéculoos ou de sablé breton, en fait, le type de biscuit qui vous plaît le plus. Ici, chez moi, j'ai que ces petits beurres, donc je vais les utiliser. On va avoir besoin de 100 g de beurre. أول مرحلة ديال باش نصاوبوا بها هاد التشيز كيك ديالنا، غادي نحتاجوا فيها 200 غرام ديال البسكويت. تختاروا اي حاجة اللي بغيتوا، دوك البسكويت ديال الزبدة او لا سبيكولوز او لا سابلي بغوتون، مهم الحاجة اللي ترتاحوا فيها او اللي كتكون متوفرة عندكم في الدار وغتعجبكم. تقدروا حتى الا كان عندكم مثلا البقايا ديال الفقاس او لا، تقدروا تطحنوهم وكيعطيو واحد اللذة رائعة زوينة. Donc on va avoir besoin de 200 g ديال البسكويت و غنحتاجو 100 غرام ديال الزبده. اول حاجه غنحاولوا هاد نخدموها بيدينا تولي، يعني حيت راها عندي يلا خرجتها من الثلاجه، نديرها غير واحد ثواني في الميكرووند، ماشي باش تذوب، غير باش تولي لينه. Donc en fait mon beurre il est dur, je viens de le sortir du frigo, c'est un cheesecake de dernière minute. Donc je vais le mettre juste quelques secondes au micro-ondes. Et je vais mixer mes biscuits avec le beurre. Ou غادي نطحن البسكويت ديالي مع ديك الزبده لينه. غادي نضيف لها الزبده. Donc je vais ajouter mon beurre, je vais tout mixer ensemble. Le beurre mou. Et qui dit gâteau ou entremets de dernière minute, je vais en fait lui ajouter une pincée en fait d'épices à spéculoos. غادي نضيف له واحد شي شويه ديال العطريه ديال السبيكولوس. بوفي لاروماتيزي بار دو لا فاني دو لا كانيل سي فولي، سي فوز اجوتي اوسي دو لا كانيل اي دو جينجمبر سي تري تري بون. تقدروا تضيفوا ايضا القرفه وسكنجبير، كيعطي واحد المذاق رائع زوين بزاف بزاف. غادي ناخذ طبق التقديم ووضع فيه الاطار ديالي. دونك جو بروند لاسيت او لو بلا دون لوكيل جو في دريسي ما تشيز كيك. جو في اي ميتر مون سارك لا باتيسري اي جو في ديبوزي مون ميلونج اي جو في بيان لو تاسي. غادي نحط او نخلط الخليط ديالي وغادي واحد الملعقه او لا بسباتول او لا بموس نحاول، او لا بالظهر ديال الكاس كما كندير دابا. دونك على يد اون كويير ان فات او اون سباتول او لو دو دون او دان فير فات جيسي دو بيان تاسي مون ميلونج بيسكي بور. كنحاول نقادو مزيان باش يجي نفس العلاوه، j'ai en fait la même hauteur de biscuit sur toute la base.
وغادي ندخلو للثلاجه واحد اولا الكونجيلاتور واحد الربع ساعه دونك جو في لو فير اونتري او كونجيلاتور ان بيتي كار دور بالنسبه للمرحله الثانيه او للطبقه الثانيه ديال التشيز كيك ديالنا alors pour la deuxième étape ou la en fait la deuxième couche de mon cheesecake aujourd'hui je vais avoir besoin de deux citrons غنحتاجو جوج الحامضات اللي غناخذو الزست ديالهم او العصير دونك on va utiliser et le zeste et le jus غادي نحتاجو ايضا لواحد البو ديال الفرماج طري كتعرفوه كاملين on va avoir besoin d'un pot de fromage frais و 8 ديال القطع ديال الفرماج المربع انا خديت هذا النوع هذا اي وي فرماج كاري ان فيت مو جي يوتيليزي سويلا غنحتاجو ورقه ديال الجيلاتين اون فافور بيزون دو فوي دو جيلاتين 80 غرام ديال السكر سنيده 80 غرام دو سكر سمول وغنحتاجو 200 مليلتر ديال القشده اللي غادي نطلعها متوفره عندي دابا هذه هي اللي غنستعملها اي جو فافور بيزون دو 200 millilitres de crème liquide. Voilà. Donc, on a une gélatine qui est pour que donc, voilà, j'ai mis ma gélatine dans un grand volume d'eau pour qu'elle se ramollisse. On a une je vais prendre un bol. Je vais y mettre mon fromage frais. On a fait fromage tari. Je vais nous aider الكيري اللي عندي السكر جاجوتي لي فرماج كاري بيجي اي لو سكر سكر اي جو في زيستي مي سيترون وغادي نزيد فوق منهم قشور ديال الحامض اللي عندي Je vais zester par-dessus mes citrons. On va interrompre le col. Je vais fouetter tous les ingrédients ensemble. Je vais presser mes citrons. On va dire la serre d'hier pour une casserole. Je vais mettre le jus dans une casserole en fait. On va dire une fâche chouïa. Mais il y a aussi une barge de galayenne. Fakat, il se rend. Chichouïa, je n'ai pas de bouffer gélatine d'hier. Je vais. Mettre mon jus de citron sur feu doux. Surtout, il ne faut pas le bouillir. Je vais juste le chauffer un tout petit peu pour que je puisse en fait faire fondre ma gélatine dedans. L'assiette de l'hamd est chaude. Voilà, mon jus de citron il est chaud. Je vais prendre ما فيه جيلاتين غناخد ورقه الجيلاتين ديالي غنعصرها مزيان جو بيان لي صوغي غادي نضيفها لهاد العصير اللي سخنته ونحرك مزيان باش تدوب جو بيان ميلونجي بور كيل فونت دون لو جو دو سيترون اي جو في ليسي مون ميلونج دو كوتي غادي نخلي الخليط ديالي على جنب غادي ناخذ الكريمه ديالي اللي بطبيعه الحال بارده وحتى الاناء اللي درتها فيه بارد دونك جو بروندر ما كريم ليكيد فات ici j'ai trouvé que de la crème liquide spéciale pâtisserie donc en fait elle est sucrée انا هنا لقيت غير هاد كيف قلت لكم هذا الكاطو هذا التشيز كيك ديال اخر لحظه لقيت غير هاد الكريمه اللي هي حلوه خاصه بالحلويات دونك غنستعملها هي
غادي ناخذ الكريمه ديالي الاولى. عندي العصير ديال الحامض برديه مع اللي خلطته مع الجيلاتين مع ورق الجيلاتين. دونك فوالا لو جو دو سيترون الى رفرودي ميلونج افيك لا جيلاتين. دونك جو في اجوتي بيتي ا بيتي او بروميير ميلونج دو فرماج. غادي نضيفو شويه بشويه الخليط الاول ديال الفرماج وفي نفس الوقت كنخلط. هانتوما كيف كتلاحظوا الخليط ديالي ولا رطب. فوالا مون ميلونج ان فيت الي ليس. غادي ناخذ الكريمه اللي طربتها. غادي ناخذ غير التلت ديالها. دونك جو بروندر لا كريم كو جي مونتي. جو بروندر ان فيت لو تيير. جو في لو ميلونجي ا مون ميلونج فرماج جيلاتين اي جو في اجوتي لي دو اوتر تيير ان ميلونجون جوست légèrement et délicatement avec la spatule. غادي نضيف التلوتين اللي بقاو لي ديال الكريمه وغادي نخلط دائما بالسباتول او لا سباتول او بمعلقه خشبيه غير بشويه من التحت للفوق باش ينسجموا لي بجوج العناصر. يعني هذاك الخليط الاولاني ديال الفرماج اللي زدت معاه الحامض والجيلاتين وهاد الكريمه ديالي. فوالا غادي نجبد لا باز ديالي اللي وجدتها معكم قبيلاتي. دونك جو في سورتيغ ما باز دو بيسكوي. جو في سورتيغ دو كونجيلاتور و جو في ميتر بار دوسو مون ميلونج كو جي بريباري و غادي ندير فوق منو الميلونج ديالي ديال الكريمه. غادي نحاول نحطو غير بشويه باش نعمر جميع باش ما يبقاليش الخوان. فات جو في ايسيي دو bien le tasser, enfin bien le dresser de telle sorte qu'il reste pas de vide en fait à l'intérieur. Voilà. À la fikra had el moule راه ديال 20 cm. Alors pour juste pour votre information en fait le moule il fait 20 cm de diamètre. Voilà. Nkhamsamallat tanqaddou mzyan ou lisseh mzyan men el fouq. Voilà. Je vais en fait égaliser et bien lisser au-dessus. هاني المرمى صوبته وقديته مزيان. غندخلو مره ثانيه للكونجيلاتور واحد الربع ساعه الوقيته اللي نوجد فيها اخر طبقه. دونك فوالا جو في الفير انكور رونتري او جو في الميتر انكور اون فوا او كونجيلاتور بوندون 15 مينوت لو طون دو بريباري لا ديرنيير كوش ان فيت. وفي اخر مرحله غنحتاجو جوج حامضات. غنحتاجو 120 غرام ديال الماء. غنحتاجو معلقه كبيره عامره مزيان ديال السكر. غنحتاجو جوج وريقات ديال الجيلاتين وغنحتاجو الملون الاصفر كيبقى اختياري ولكن لزتو كيعطي واحد الجماليه اكثر. دونك بور لا ديرنيير ايتاب ان فيت ولا لو ديرنيير ايتاج دو مون غاتو جو او دو مون تشيسكي جو افوار بوزوان دو دو سيترون 120 غرام او مليليتر دو اون كويير ا سوب بومبي دو سوكر دو فوي دو جيلاتين et du colorant jaune. اول حاجه بطبيعه الحال غندير الجيلاتين ديالي في وسط اناء كبير ديال الماء ترطب. دونك première des choses en fait je vais mettre ma gélatine dans un grand volume d'eau pour se ramollir. غناخذ واحد الكاسرول. je prends une casserole. je vais y mettre l'eau, le sucre. غندير فيها الماء والسكر وغادي ناخذ الزيست ديال هنا. ما غاديش نزيستيه رقيق لان من بعد غادي نضطر نحيدو. دونك جو زيستي ان فيت غروسيرمون مي سيترون ونديرهم اون يوتيليزون ايكونوم. غنستعمل موس البطاطا. فوالا غنديرهم مع هذا الخليط وغنعصر في نفس الوقت الحامضات ديالي بجوج وغادي نضيفهم لهذا الخليط. اي جو في ايغالمون بريسي مي دو سيترون et je vais ajouter le jus à ce mélange.
حتى هاد المره الخليط ديالي غادي نديرو فوق البوطاي سخن بلا ما يوصل لدرجه الغليان. الوغ سيت فوا سي جو ميتر مون ميلونج سور لو فو ا شوفي سان بوي سان لو فير بويير بيان سور. من مور ما سخن الخليط ديالي غادي نصفيه دابا. دونك ابري كو جي روتيري مون ميلونج du feu, je vais le filtrer en fait. Voilà, je filtre toute ma préparation. Filtrer vraiment dans un tamis ou un chinois très fin. Là, je fais des tabacs à prendre, mais je fais choubébet pour qu'en fait la partie d'en haut de votre cheesecake soit lisse. Voilà. من مور ما صفيتها غادي ناخذ اوراق الجيلاتين ديالي. دونك جو في بروندر مي دو في جيلاتين في لي زيسوري غنعصرهم مزيان وغادي نضيفهم الخليط ديالي. جو في لي اجوتي ا مون ميلونج او سيترون اي سكر. جو في بيان ميلونجي بور لا فير ديسودر. غادي نخلط مزيان باش تذوب ليا هاد الجيلاتين. Voilà. غادي نخليها تذوب مزيان وترجع شويه تنقص الحراره ديالها ونضيف لها الملون. دونك جو ليسي ان تو بتي بو غوفخوادير اي جو اجوتي لو كولورون. دونك فوالا جو اجوتي دو كولورون. غادي نضيف انا دابا الكولورون ديالي على حسب اللون اللي بغيتو. فوالا سولون لانتونسيتي ان فيت لا كولور كو فو فولي جو في ميلونجي. غادي نخلط ملي برد جو في ليسي كان ميم ان بتي بو غوفخوادير quelques 5 minutes. En plus après je vais en fait sortir mon gâteau et je vais remettre cette ce mélange ou ce jus de citron ou cette gelée de citron sur mon cheesecake. غادي نخليها تبرد مزيان واحد 5 حتى 10 دقائق. ما نديرهاش سخونه على التشيسكيك ديالي ونخرج التشيسكيك ديالي من الكونجيلاتور ونحط فوق منه هاد الطبقه هذه. من مور ما برد لي الخليط ديال الجيلاتين والحامض غادي نجبد التشيسكيك ديالي من الكونجيلاتور وغادي نخويه فوق منه. وباش ما يدير ليش شي حفره غادي ندير شي سباتول ولا ونخويه فوق منها. دونك فوالا ابري كو مون ميلونج ان فيت مون جو دو سيترون ما جيلي دو سيترون ريفرادي جو في سورتير mon cheesecake du congélateur et je vais verser dessus دائما ملي تبغيو تخويو باش ما ديركم شي حفره ديروا شي سباتول بحال هكا ولا ملعقه وخويو فوق منها عاد كيتكب لتحت. دونك فوالا جو مي ما سباتول جوست بور ايفيتي كو سان فاس ان ترو. فوالا جي رامبلي جوسكو جو في رميتر مانتونون جو اتوندي سيت بول. Je vais l'enlever. نحيد هاد الفقاعه. إذا كانوا شي فقاعات غير بواحد التوردون كتحركو كيتحيدو. Je vais mettre mon mélange au congélateur. Enfin, mon cheesecake. Je vais remettre mon cheesecake au congélateur pour une durée. En fait, ça dépend de la puissance de votre congélateur. Entre 1h30 jusqu'à 2h maximum. غادي ندير هاد التشيسكيك ديالي في المجمد. المدة الأقصى ديالها كاع ساعتين. نخليه واحد ساعتين ونعود نتلاقاو مع الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال التشيسكيك ديالي اليوم. نتمنى أن الوصفة نالت الإعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. فوالا سي لو ريزولتا دو مون تشيسكيك اجوردي. جيسبر كو لا روسيت فوزا بلو. إل نو مو ريست بلو كا فو دير ا تري بيانتو.